موضوع انا ذكرته بشكل سريع انه نعم تحالف انقاذ الوطن اللي صار بقيادة التيار وايضا الكرد والسنة. شوف ليش دا اقول لك هو كلام وحق، هذا كلام حق وما راح اكمل الباقي، لكن كلام وحق. صارت نعم من صار التحالف صارت هناك صواريخ تجي على اربيل، وصارت صواريخ تجي على الانبار، يعني صار هناك تدخل دولي. لذلك لانه بذبب راسه محاط المستشفيات ومحطات الكهرباء بالضبط، لذلك تكلم عن التسريبات الاخيره. اذا نريد نقرا المشهد قراءه دقيقه يجب ان لا ننسى العامل الاقليمي لازم لا ننسى العامل الدولي، حتى اذا نريد نقراها بشكل صحيح. ايران موجوده، تركيا موجوده، لا ننسى هناك تحالف دولي. عمليا انا اعتقد هناك لدينا تاريخ فاشل مع هذه الادارات، لا استثني منهم احدا، يعني طيب. لا اطار لا تيار لا حتى الكرد ولا حتى زين شنو رايك زين شنو رايك نعم. اليوم السيد العامري موجود في اربيل، والكلام اللي يجري عن حل البرلمان إعادة الانتخابات تعرف هذا الموضوع متفق عليه يبدو كرديا. السيد العامري سيد المالك طبعا عارض الفكره بشده، تذكر يعني حين ظهر في خطاب قال يعني ما قبل جلسه للحديث عن هذا الموضوع لن يتم هذا الامر لن يمر. اليوم مع هذا الكلام هنالك حديث عن الذهاب نحو جلسة برلمانية يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية والمضي بتكليف السوداني، والكلام مو من أي شخص، الكلام من علي الفتلاوي قيادي في تحالف الفتح. اليوم شوف يعني إذا تريد مجرد يعني الكلام يعني الكلام بالممكن موجود ما يخالف، بس تريد رأيي أنا لا أعتقد أنه راح يقدرون يستمرون. يعني أكو قوى بالشارع مع يعني هناك ما عدا المدنيين والليبراليين اللي مثلي